بما اننا بنتكلم عن مجلس الاداره، لما بتقول مصطلح القوه الناعمه، هل حضرتك في ناس ما تبقاش عارفه يعني ايه القوه الناعمه؟ القوه الناعمه دي الرياضه زي اللي عمله محمد صلاح، هتكلم عنه في وقته، ولكن الرياضه والفن الراقي ممكن يكونوا واجهه مصر الثقافيه. طب ازاي نشوف ده على ارض الواقع؟ هو ده كلام ولا دي حقيقه ولا هو مجرد كلام؟ عايز تعرف افضل معنى للقوى الناعمه الرياضيه المصريه، روح شوف متحف الفيفا، متحف الاتحاد الدولي لكره القدم اللي بيشوفوا. خلي بال حضراتكم دي حاجات رسميه مش كلام بنقوله. متحف الاتحاد الدولي لكره القدم بيشوفوا ملايين على مستوى العالم. اتكلم عن كابتن محمود الخطيب وقال عنه، قال عنه ايه ووصفه في ايه؟ شوف قال ايه قدام العالم عن الكابتن محمود الخطيب اللي وصفوه باسطوره نادي القرن، واتكلموا عن تاريخه، واتكلموا عن بطولاته، واتكلموا عن انتمائه للنادي الاهلي ومشاركته مع منتخب مصر في الفوز بامم افريقيا. الحقيقه المسؤوليات الكتير والنجاحات اللي عاملها وهيعملها ان شاء الله خلال الفتره القادمه كابتن محمود في رئاسه النادي الاهلي، ما ينفعش تخلينا ننسى انه كان لاعب اسطوري وله تقديره على مستوى العالم. وما ننساش برضو انه اول مصري يتوج بالكره الذهبيه الافريقيه سنه 1983. وما ننساش وما ننساش وما ننساش وما ننساش، ولكن عشان ما ننساش تعالوا نطلع نشوف التقرير ده عن متحف الفيفا والكابتن محمود الخطيب، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. قيمه الاساطير في تاريخهم، ومهما طال الزمن يظل الإرث الكروي الذي تركوه بحروف من نور في مشوارهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم يظل محل اهتمام. ولكن ليس الجميع كمحمود الخطيب، أسطورة الكرة المصرية والإفريقية الذي أفنى عمره في الملاعب بقميص النادي الأهلي فقط. وجاء متحف الفيفا بمنشور رائع يتضمن صورا من تاريخ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورته التي أمتعت الجماهير واقتنصت كل الإنجازات. وتحدث متحف الفيفا بكل فخر عن الأسطورة الذي قضى مشواره الكروي بقميص واحد فقط، قميص النادي الأهلي، متوجا بالبطولات وممتعا الجماهير بالمهارات. وقال متحف الفيفا عبر حساباته في كل مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم نشيد بأسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب، قضى كل مسيرته الاحترافية ومشوار حياته في نادي القرن العشرين بقارة إفريقيا الأهلي، وحصد معه لقب الدوري المصري الممتاز 10 مرات، كما كان أحد أبرز عناصر منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية عام 1986. ومن ينسى بيبو المتوج مع الأهلي بالدوري المصري 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس الكؤوس الإفريقية مرتين، وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية عام 1983، وهداف الدوري المصري الممتاز موسم 77-78 80-81. فهو محمود الخطيب الاسم المرادف للإنجازات والأخلاق والتواضع والنجاح. وهنا تكمن قيمة الأساطير، تاريخ ذهبي سطره بيبو مع نادي القرن طوال مشواره، ولا يزال يواصل العطاء في رئاسته للنادي الأهلي متجاوزا كل التحديات بنجاح، ليبرهن أن عشق محمود الخطيب للفانيلة الحمراء لا ينتهي.